الابتكار هي ثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم دعمها من قبل الحكومة لتأسيس جيل شاب مبتكر ومبدع يمتلك القدرة على حل العقبات، وهي ثقافة بناءة تسعى من خلالها الدولة لأن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال الأعوام القادمة. من خلال دعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار. يعد الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021، تقدمت دولة الإمارات إلى المركز 33 عالمياً، محافظة على المركز الأول على مستوى الدول العربية، وذلك للعام السادس على التوالي. بدايةً حابة أبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مناسبة اليوم الوطني 50 وحصول الإمارات على اليوبيل الذهبي. طبعاً دولة الإمارات، قيادة دولة الإمارات خاصة، وفرت للشاب الإماراتي فرصة الدراسة المجانية في الجامعات الموجودة قريبة من منازلنا مثل المدينة الجامعية. وحابة أشكر سمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي على توفيره لنا مثل هالبيئة اللي تحتضن المهندسين بعد التخرج، بيئة مجمع الشارقة للبحوث والابتكار، وخاصة مختبر سويا لاب. المختبر هني يوفرون لنا كل التدريب من ناحية تدريب على أحدث الأجهزة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، سواء كانت بالبلاستيك أو المتل اللي هو الحديد وهو نوع جديد ما تعلمناه في الجامعات. فمثل هالفرص وهالتدريب يساعدنا على أن نحن نكون في المستقبل نرد الجميل لدولة الإمارات. قدمت الدولة العديد من الفرص لأفراد المجتمع من خلال المبادرات والمراكز الابتكارية، ومن أهمها أسبوع الإمارات للابتكار لنشر ثقافة الإبداع في الدولة. وبعد نجاحه تم إطلاق شهر الإمارات للابتكار والذي يأتي في شهر فبراير من كل عام، بالإضافة إلى تقديم الدعم للطلبة الدارسين والخريجين وأفراد المجتمع على الابتكار من خلال المختبرات المفتوحة ومراكز الابتكار. طموح الإمارات يعانق الفضاء، فحدود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحده السماء.